سيم فور الدرس الرابع فونكس خاص بالفونكس بالأصوات. تمام. 67 عندي هنا فونكس يعني إيه؟ يعني أصوات، يعني الدرس ده خاص بالفونكس. طيب عندي كلمة دق دق، بطة، سك سك مريض، يعني صوت أو حرف الإس والكي بيعملون صوت الك، صوت إيه؟ الك. طيب عندي هنا كمان كلوك ساعة حائط، كلوك كلوك أسود، بلاك بلاك يركل أو يشوط، كك يركل أو يشوط إيه؟ كك. طيب كمان مديك صوت الإس والكا بيعملون صوت سك، زي سكن سكن جلد خدناها، سكيرت سكيرت جيبة برضو خدناها، سكاي سماء، واسكيب ينط الحبل، اسكيب ينط ايه؟ الحبل. طيب بديك جمل هنا بقى، الجمل دي عشان لما اجيب لك الصوره وتكتب عليها جمله تبقى انت عارف تعمل ايه جمله. جاب لك صوره بطه مثلا سوداء، عايزين نقول البطه سوداء، هنقول ايه؟ The duck is black. The duck is black. The duck is ايه؟ black. طيب البنات ينطوا الحبل في الحديقه. The girls skip. Skip in the garden. The girls skip in the garden. The boy kicks the ball. الولد يركل الكرة. طيب هنا قال لك words can begin or end with sk. يعني كلمة ممكن تبدأ أو تنتهي بsk. Word can end with ck, but words can never begin with sk. ما فيش كلمة تبدأ أبداً بالsk عندك. ما فيش كلمة تبدأ بـ بالsk. طيب هنا قال لك البنك تويشن وquestion mark علامة الاستفهام. يبقى انا اعرف ان question mark يعني علامه ايه؟ استفهام. طيب لما نكتب سؤال بنحط علامه الاستفهام. طيب ايه احط علامه الاستفهام امتى؟ لو بدا السؤال عندك بواحده من ادوات الاستفهام اللي هي ايه؟ بتبدا ب دبليو اتش اللي هي زي when what where how كده، او بدا عندك بفعل مساعد زي can is do does كده برضو هنحط علامه ايه؟ استفهام. تعالى كده نشوف هنحط علامة استفهام ولا بوينت ونقطة. أول سؤال عندي هاو ار يو، كيف حالك؟ طبعا ده سؤال يبقى نحط كويستشن مارك. طيب اي هاف ا فيفر، أنا عندي حمى، يبقى نحط بوينت 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 بوينت. حط بوينت عندك بوينت. يعمل ايه؟ نمبر 3 وات از ذا ماتر، ما الأمر؟ طبعا ده هنحط كويستشن مارك. كويستشن مارك علامة استفهام. ماي سكين بروتكتس ماي بودي، جلدي يحمي جسمي، يبقى نحط فول ستوب او بوينت نقطه يعني بوينت. اي فيل هابي، اشعر بسعاده، يبقى برضو بوينت. ار يو اوكي، هل انت بخير؟ بدا بار، واحنا قلنا لما يبدا بام او اذا او ار يبقى كويستشن مارك. شي سبيكس انجلش، هي بتتكلم انجلش، يبقى برضو هنحط فول ستوب. اوكي طيب يبقى هنا نحط بوينت. بعد كده can I get you some medicine، هل يمكن ان احضر لك بعض الدواء؟ طبعا نحط هنا question mark. طيب ده جزء خاص بالرايتنج، وتعالى بقى اقلب على الاسئله. طيب عندي كيك، يعني كيك يشوط، يبقى هنوصل كيك بيشوط او نكتب نمبر 1 هنا في الدايره. سكيرت يعني سكيرت جيبه، يبقى هنا نمبر 2. طيب دق دق يعني بطه، يبقى هنحط هنا نمبر 3. طيب سكاي يعني سماء، يبقى هنا نمبر 4. ننزل تحت لوك اند كومبليت، انظر واكمل. بديك كلمه مريض يعني ايه؟ سك. مريض يعني سك، يبقى ناقصه حرف ايه؟ السي والكي. السي والكي. طيب جلد يعني سكن، يبقى ناقصه حرف اس اس وكي كي. طيب اسود يعني بلاك، بلاك يبقى ناقصه حرف السي والكي. جيبه يعني سكير، اس والكي، الاس وايه؟ والكي والكي سكيرت. طيب مديك كمان ينط الحبل، ينط الحبل يعني ايه؟ سكيب سكيب، يبقى ناقصه ايه؟ الاس والكي. ومبطه دق، هنحط سي كي. وعندك كلمه يشوط كيك، ناقصه سي وكي. Look at the picture and unscramble the letter. هنبص الصورة ونرتب الحروف. دي كلمة يشوط، يشوط يعني كيك. كي اي سي كي. سماء يعني سكاي، اس كي واي. جيبة سكيرت، اس كي اي ار تي. الله ينور. تمام ننزل كده معانا هنا برضو عندك كلمة مريض. مريض يعني ايه؟ مريض يعني سي، يبقى اس اي سي كي.
اس اي سي كي. طيب بطه دي يو سي كي. طيب هنا عندك ينط الحبل اس سكيب اس كي اي بي بي. طيب لوك ريد اند تيك ذا كوريكت وورد، هنعلمها الكلمه الصح. دي صوره البطه ودي صوره سكيرت جيبه ودي صوره ينط الحبل سكيب وهنا سماء اسكوت. لوك ات ذا بيكتشر كومبليت ويز، هنبص للصوره ونكمل. ايوه ذا دوك ذا دوك از بلاك. طب ذا بوي كيك ولا كيكس؟ كيكس. نحط له اس صح؟ ايوه عشان ده مفرد. عشان بوي ايه؟ مفرد. تمام. انا سكرامبل ذا فيروينج ويردز تو ميك كوريكت سنتنس، هنرتب الكلمات عشان نعمل جمله صحيحه. نبدا ب رنين. ها ذا جيرلز ذا جيرلز از سكيب سكيب از جيرلز سكيب in the garden. The girl skip in the garden يعني البنات تنط الحبل في الحديقة. لازم نترجم قبل ما نحل. يلا ياسين نمبر 2. He feels skip. He feels a sick. هو يشعر بالمرض. يلا رنين نمبر 3. ها نمبر 3. I have a fever. يعني ايه؟ I انا عندي حمى. تمام. نمبر 4 يلا يا ياسين. The duck is black. The duck is black يعني ايه؟ البطة تكون سوداء. الله ينور. تمام. البطة لو تعال هنا بقى listen and complete، هنستمع ونكمل. نكمل بالحروف الناقصة. The duck يبقى ناقصة عندك ايه؟ يو سي كي. يو سي كي. طب the girl skip يبقى كي اي بي. كي would be. كي اي بي. طيب the boy kicks. I C K S. Punctuate the following. رقم الآتي. I have a cold. نبدأ بكابيتال I ونحط فول ستوب في الآخر صح؟ أيوه. Are you okay؟ كابيتال A question mark. بعد كده copy the following sentence. ده جزء الديكشن الإملاء وهنا في ريفيو على يونت 2 هنحل مع بعض برضو. هنا بيش صفحة كام؟ 85 85 صفحة 85. طيب. Activities on unit 2 أنشطة على يونت 2 الوحدة الثانية. عندي ميديسن، يعني ايه ميديسن؟ دواء. دواء يبقى هنا نمبر نعمل نمبر 1. طيب هيديك، هيديك يعني صداع. صداع يبقى فين عنده صداع اهو. نمبر 2 سكن، سكن يعني جلد. فين اللي ماسك الجلد اهو. نمبر 3 قلب يعني هارت. هارت يبقى هنا نمبر 4. طيب السؤال اللي بعد كده لوك اند كومبليت انظر وكمل. طبعا كلمه جيبه يعني سكيب. بطه دك ويشوط كيك وينط الحبل سكيب. طيب look at the picture and scramble the letter، بص في الصوره ورتب الحروف. دي كلمه برد. برد يعني ايه؟ cold. cold دي برافو عليك سي او ال دي cold. نمبر 2 سكيب. سكين لا كل واحد دور. سكين اس كي اي ان. طيب بعد كده كلمه قلب هارت. هارت اتش اي A-R-T heart. A-R-T. طيب look and detect the correct word. ده ماسك معدته يبقى دي stomach معدة وهنا مريض sick. طيب تمام. هنا read and match اقرأ ووصل. What is the matter ما الأمر؟ هنقول ايه؟ I have a cough. Number 2 this is my heart. هذا قلبي بيعمل ايه؟ it pumps blood to my body. I am sick انا مريض because يعني لان I have a headache عندي صداع. طيب choose the correct word اختر الكلمه الصحيحه. my a pumps blood to my body بيضخ الدم لجسمي. heart اللي بيضخ الدم هو الهارت. طيب this is my هذا my a it protects my body يحمي جسمي يبقى هو ايه؟ skin. number 3 what is that I have a cough. What is it? مطر. لكن بطر معناها زبدة. طيب أنا سكرامبل the following words to make correct sentences. يلا نارين رنين أول جملة. نفس الصفحة اللي احنا كنا فيها. اهي. اي نبدأ بأي. I have. اهدك. I have اهدك يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه ترجميها يعني ايه؟ I have اهدك. أنا عندي صداع. يلا ياسين. This is my heart. heart. This is my heart يعني
هذا هذا قلبي. طيب تعالى في القطعه كده read and take true or false. بعد ما نقرا هنعلم على صح وغلط. My bone قل عظامي, heart قلبي, skin جلدي and stomach معدتي are very important to me مهمين بالنسبة لي. My heart pumps blood to my body قلبي يضخ الجسم يضخ الدم لجسمي. My skin protects my body و my skin جلدي يحمي جسمي. My bone helps me move وعظمي بيساعدني في التحرك. My stomach digests food. طيب number one my heart protects my body true ولا false؟ False. يبقى خطأ. My stomach digests food. True or false? True. True. صح. My skin pumps blood to my body. True or false? False. Pancreas with the filling. هنبدأ بكابيتال W وهنا question mark. بعد كده قابيزة فلونج. ده كده كانت unit 2. أنا هبدأ فلونج 3.